حاجه، اي كلمه انا ملاحظه ان في محاوله لاختزال الدور اللي احنا بنحاول ننعش بيه ما يسمى بحركه مجتمع ينتعش ثقافيا ووطنيا، تختزل الى حذف ورجل البوليس يعني واللي مستنيه الدوره. قعدنا من التسعينيات نحارب في الحسبه في والارهاب وال... وفي الاخر احنا بنصنع والعائله حزبة. ارهاب حزبة. ومتطرفين من داخل النخبه نفسها. انا ده الوضع اللي احنا ما هو مين اللي حارب فعلا الارهاب وظاهره الوضع اللي التطرف احنا مش مسؤولين بقى عن المبدعين. فاكر قانون الحزبه اللي احنا كنا بنقعد نحارب فيه اللي هي ظاهره مباحثه؟ خلاص احنا بنعتمد دلوقتي، ده احنا بنعتمد وبنكرسه من خلال المحامين ومشايخ التكفير دلوقتي يعني. والناس اللي كانت بتهاجم الحزبه هي دلوقتي اللي بتشارك في هذه اللجان، وهي اللي بتترأس هذه اللجان اللي بتقوم بحزبه. لا اللي بتقوم بالارهاب وبترهيب. انت كان عندك يوم من الايام واحد اسمه الشيخ سيد درويش مش كده؟ لا لا مش والشيخ سلام احمد. مش قادر اصدق يا دكتور، انا من ساعه ما جيت مش قادر اصدق اللي بسمعه. يعني انتوا ما عملتوش حاجه اسمها اولويات الاعمال الدراميه في رمضان؟ مش ممكن مش عملتوا حاجه زي كده؟ لا لا مش عايزه مقاطعه. اما بقول الشيخ سيد درويش والشيخ سلام حجازي والشيخ زكريا، كنت بقول الشيخ ليه؟ لانه كان بيتكون على أرضية أنه ذكر القرآن والإيقاع لغاية ما بقى ملحن عظيم أو مطرب هايل مش كده؟ فجالك في هذا المجتمع نفسه، أنا بتكلم بقى المجتمع، شيخ برضه بس الشيخ الذي يحارب الفن. يعني ظهر لك الشيخ كشك فقعد يسخر من كل فن رفيع، وبدأت العامة. أنا عايز أقول من إمتى بدأ مش القضيه بس من عند ايوه ما كان في طه حسين ودلوقتي في لجنه الاعلام. لا لا يا الهي يا الهي ما هو نفس المسار، انت حتى مش عايز تاخد نفس اي معلومه المسار. انت فوجئت بعد كده بشيخ بدل ما بقى الدين اصل الفن ورقيه، بقى رجل الدين محارب للفن ورقيه. فشتم ام كلثوم وقال ست عندها 70 سنه، وشتم عبد الوهاب وعبد الحليم لغايه ما بقت العامه ذوقها بينحط بدعوة دينية. بس سموني كده ده نفس الدور في نفس وقت الشيخ كشك، في وقت الشيخ كشك، في وقت نفس. هل انتوا بتؤدوا هذا الدور الظلامي اللي كان بيستخدمه بعض مشايخ التكفير اطلاقا؟ طب الحمد لله اتكلم انت الاعمال الفنيه امسك فنانا كان اسمه ايه؟ كان اسمه ايه اللي كان بيرفع قضيه كل اسبوع علينا ده؟ الشيخ يوسف البدر. الله يرحمه يوسف البدر. وكان في مجموعه من كان الظاهره دي انتشرت في التسعينيات بشكل كبير قوي. انا ارد على حضرتك، اولا اللجنه دي جايه متاخره قوي وجايه تجيب شويه ورق تحشي في المحشي. انت عايزه تمسك مسدس؟ انا مش عايز يا فندم. انا عايز شيء. لا يا فندم انا ما اقصدش كده، انت جاي تنزل شويه شروط وشويه حاجات يجب ان تتبع، هتتبع بعد ما الاعمال خلصت. انت بعد ما رمضان دي احلى اساس قلتي ما حدش يقطعني. دي جايه متاخره، فانتوا ما تعاقبوش الناس على كلام انتوا متاخرين فيه اساسا ان كانوا يستحقوا اي عقاب. ده قصدي، انا مش مسألة ان انا امسك مدافع. طيب. ولا بد ان يكون هناك تفرقه عشان كلنا نرسي على قاعده ما بين مبدعين وما بين ناقدين او مؤاخذه. في الجزء اللي بعد الفصل هنتلقى اتصالات الناس، وبعض الشخصيات كمان طلبت انها تعمل مداخلات. هنخصص الجزء القادم للمناقشه وايضا لتلقي الاتصالات. هل ده يعني حمايه للمجتمع ولا يؤدي الى وأد الفن وحريه الابداع؟ هنكمل معاكم بعد الفصل.